السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير ويكون كل اموركم طيبه. ده الجزء الثالث من ريفيجن بتاعه الماكرو ايكونومكس، وتحديدا دي ريفيجن عباره عن حل امتحانات السنين اللي فاتت. تحديدا ده عباره عن حل الفاينل اكزام بتاع العام الماضي. تعال نشوف مع بعض بارت 3، الاسئله اللي كانت موجوده. يلا بينا نشوف مع بعض الاسئله. السؤال الاول اهوت، سؤال رقم 23 بيقول if the marginal propensity to consume اللي هو ال MBC قال لك ب 0.8، يعني عندنا ال MBC اللي هو ال marginal propensity to consume بكام؟ 0.8 زي الفل، حلو أوي، جميل. طبعا ده معناه المفروض طالما MBC ب 0.8 يبقى نعرف على طول إن MBS بكام؟ أخوه المتمم بتاعه المفروض ام بي سي زائد ام بي اس الاثنين بيساوي 1، صح كده؟ فاذا كان ام بي سي ب 0.8 يبقى ام بي اس بقيه الواحد يعني كام؟ يعني 0.2 ب 2 من 10، صح كده؟ ب 2 من 10. فيقول لك and if the government spending G rises by 50، بيقول لك لو الانفاق الحكومي زاد ب 50، اوكي؟ اللي هو الجي زاد ب 50، طبعا لما يقول rises يبقى هنا التغير شكله ايه؟ شكله positive change. هنا لما اقول decreases يبقى negative change، هنا زاد بموجب 50. while investment، لكن investment falls، هنا falls يعني انخفض، الانفستمنت انخفض بايه؟ بنيجاتيف، يعني التشينج بتاع الانفستمنت بانخفاض. انخفاض كام؟ 20. by how much will equilibrium income rise؟ يا ترى الاكوليبريم انكم واي، يا ترى الواي هيزيد بكام؟ هيتغير بكام؟ طبعا عشان نعرف طالما ان حصل تغير في الجي وتغير في الاي يبقى واعطينا ام بي سي واعطينا ام بي اس يبقى لازم نحسب الملتبلاير، الملتبلاير بتاع انفستمنت ملتبلاير او الجفرمنت سبيندنج ملتبلاير، الاثنين زي بعض على فكره، الاثنين بيساووا بعض والاثنين بيتحسب بنفس الطريقه. فتعال نشوف مع بعض، اكتب كده معايا في كراسه كده، اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ جي ملتبلاير او اي ملتبلاير انفستمنت ملتبلاير او الجفرمنت ملتبلاير، هما الاثنين زي بعض، بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على ام بي اس، واحد على ام بي اس. طبعا احنا قلنا ام بي سي هو عطوا لنا في التمرين بكام؟ عطوا لنا ب 0.8، يبقى ام بي اس بالباقي ب 0.2. يبقى جفرمنت مالتبلاير بيتحسب ازاي؟ عباره عن 1 على ام بي اس، ويعني 1 على 0.2. 1 على 0.2 يعني بكام؟ ب 5. يبقى احنا كده جبنا الجفرمنت سبيندنج مالتبلاير او الانفستمنت مالتبلاير اللي هو 1 على ام بي اس اللي هو 1 على 0.2 بكام؟ ب 5. طيب يبقى النقطة اللي بعد كده ان هو لين عايزين نحسب اللي تشينج في الواي. اللي تشينج في الواي عبارة عن دلتا واي بيساوي، بتجيب الجي مالتبلاير اللي هو احنا لسه جايبينه بخمسة، تضربه في اللي تشينج في جي. اللي تشينج في جي هو هنا قال لك جي زاد بكام؟ جي زاد بخمسين، يبقى تقول في انه بلس 50. طبعا حضرتك هو احنا قلنا الجي مالتبلاير بكام؟ بخمسة، صح كده؟ خمسة في 50 يعني 250، يبقى هنا التشينج في الواي ان واي اتغير زاد بكام؟ 5 في 50 يعني 250، وهنا التغير بوزيتيف يعني معنى كده الواي زاد. بس استنى، ده مش ده النتيجة النهائية، ده فيه يبقى اذا انه اذا جفرمنت سبيندنج جي رايزز باي 50 يبقى اذا الواي هيزيد ب 250. بس في حاجه ثانيه قال لك وكمان الانفستمنت فول ب 20. طب تعال نشوف بقى التغير في الواي. التغير في الواي نتيجه ان حصل انه في تشينج في الانفستمنت، يبقى تقول له دلتا واي بيساوي برضه الانفستمنت مالتبلاير اللي هو الجي مالتبلاير اللي هو بكام؟ بخمسه، هتضربه فيه اللي تشينج في الانفستمنت. تشينج في الانفستمنت بكام؟ قال لك الانفستمنت فول باي 20، يبقى تقول له فول يبقى نيجاتيف 20، يبقى تضرب الملتبلاير في التشينج في الاي يعني يطلع لك سالب 100، يعني الواي قل بسالب 100، قل ب 100. طيب حضرتك يبقى لما الجي حصل فيه زياده الواي زاد ب 250، والاي قل ب 20 الواي انخفض بسالب 100. اجمع بقى الاثنين مع بعض، 250 زائد سالب 100 او ناقص 100 يعني يطلع لك كام؟ يطلع لك موجب 150. يعني المحصلة النهائية نتيجة تغير الحاجتين دول، نتيجة إن الجي زاد والآي قل، هو إن الواي زاد ب 150. يبقى دور بقى في الاختيارات على 150، يبقى تقول لي هنا إيكواليبريا بين كام رايز باي 70؟ لأ،
350، لا 250 كان ينفع نقول لو كان قال لي جي بس هو اللي زاد، لكن قال لك ده اي كمان قال دي 150. ايوه هو اخر اختيار هو الاختيار الصح، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار دي 23، هنختار دي. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. inventory investment is حضرتك inventory investment لو ترجع لشابتر 23 و 22 هتلاقي ان هو كنا بنقول inventory investment كان ممكن يكون positive ممكن يكون negative ممكن يكون zero، ممكن يكون positive ممكن يكون negative ممكن يكون zero. عندنا ثلاث احتمالات دي، بيقول لك never positive لا يا فندم it could be positive، always positive لا يا فندم it could be negative it could be zero، often negative لا يا فندم ممكن الثلاث احتمالات زي بعض zero negative positive. اهو الاختيار دي هو الاختيار الصح. بص يقول لك ايه، بيقول لك negative or positive or zero. فعلا 24 الاختيار الصحيح هو الاختيار دي، 24 الاختيار الصحيح هو الاختيار دي، يبقى we will choose دي 24 دي. طب رقم 25 بيقول لك if marginal propensity to save اللي هو ام بي اس، لو كان ال ام بي اس is close to zero يعني كما لو كان اقرب ان هو بيساوي صفر then multiplier. بص يا جماعه اكتب عندك في كراستك، واحنا خدنا الكلام ده في المحاضره بتاعت المالتيبلاير شابتر 23 و24 انه العلاقه ما بين الام بي اس وما بين المالتيبلاير بتكون علاقه نيجاتيف. يعني ايه علاقه نيجاتيف؟ يعني كل ما الام بي اس يقل قوي ويكون فيري كلوز تو زيرو المالتيبلاير يزيد قوي، يزيد قوي لدرجه ان هو يكون اقرب ما يكون للانفينيتي. هو مش انفينيت لكنه اقرب ما يكون للانفينيتي. ليه؟ لان يا فندم المالتيبلاير عباره عن واحد على ام بي اس، واحد على ام بي اس، واحد على ام بي اس. فحضرتك كل ما الرقم اللي بتقسم عليه يكون قليل قوي لدرجه انه يكون فيري كلوز تو زيرو، ام بي اس يكون فيري كلوز تو زيرو يقل قوي، فحضرتك يحصل ان واحد على رقم قليل جدا يحصل ايه؟ يديك رقم كبير جدا، يديك رقم كبير المالتبلاير هيكون فيري كلوز تو انفينيتي. يبقى نقول لك if marginal propensity to save ام بي اس is very close to zero then multiplier is very close to infinity. يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار سي is very close to infinity. طيب 26 which of the following مين في دول are considered as injections to the circular flow. بصوا يا شباب الانجكشنز التدفقات الداخله ده مصطلح بيطلق على ثلاث حاجات مالهمش رابع. التدفق الاول هو الاي الانفستمنت، التدفق الثاني هو الجي الجفرمنت سبيندنج، التدفق الثالث هو الكونسمشن هو الاستهلاك. فبص السي والاي والجي دول يعتبروا انجكشنز، دول يعتبروا اضافات تدفقات داخله. تعال ندور مع بعض. بيقول لك انه consumption investment and government spending. بص يعني يفضل consumption، بلاش consumption عشان consumption في كتير من الاحيان احنا بنعتبره عشان خاطر ان احنا بنقول y equal ee، فبنلاقي انه ال c متكرر في الناحيتين فبلاش consumption. فبص يا شباب هو عموما انه ال injections هي عباره عن ig، ال injections هي عباره عن ig i plus g، وال withdrawals عباره عن s plus t، ال s اللي هي savings وال t اللي هي tax. يبقى خلي بالك الانجكشنز ده مصطلح بيطلق على مين؟ على الاثنين دول الاي والجي. دور على الاي والجي، اي الانفستمنت والجي الجفرمنت سبيندنج، هتلاقي الاختيار بتاعك هو الاختيار دي. يبقى الاختيار بتاعك انفستمنت اند جفرمنت سبيندنج هو الاختيار دي، دي هو الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح هو دي. تمام. طيب تعال نشوف دول. هو امتحان السنة اللي فاتت كان عبارة عن 30 جملة اختيار متعدد، دول ادي ال 30 جملة اللي جابهم لحضراتكم اهو. بيقول لك انه السؤال 27 بيقول لك لو كان let c اللي هو ال consumption بيساوي 200 زائد 0.8 y minus c، طبعا y minus c اللي هو y دي. تمام، ادي ال consumption function اعطاها لك، قال لك ان هو 200 زائد 0.8 y دي اللي هو y minus c خلاص، وال planned investment اللي هو ال i ب 150 150 and t اللي هو tax equal to 100. if the equilibrium level of income is 2000 اهو اعطيك، قال لك ان الواي، الواي على طول جاهز، ال equilibrium level of income الواي ب 2000 then the level of government spending عايزين نحسب الجي، يا ترى الجي needed to make this true، يا ترى ال government spending اللي بيحصل عند مستوى ال equilibrium بكام؟ طبعا هو احنا عشان نعرف ان احنا عارفين لما الواي ده الاكواليبريم ليفل اوف انكم بيتحدد امتى؟ وين واي ايكوال اي اي، صح؟ واي ايكوال اي، وعارفين ان اي اي بيتكون من ثلاث حاجات،
بيتكون من سي، هو عطينا دالة الكونسامشن فوق هنعوض بيها، بلس اي بلس جي. بلس اي بكام؟ ب150. يبقى هنا هنحط زائد 150 اللي هو الاي، اوكي، بلس جي. هو بيقول لك احسب لي الجي، احسب لي الجي عند الايكوليبريم. طيب زي الفل، سهله جدا. هو قال له ايه؟ واي. يبقى نقول قايلين واي، هو عطينا واي بكام؟ ب2000. يعني الرقم الواي المره دي هو اللي جاهز جيفن، يعني واي ب2000، اوكي، 2000 بيساوي سي. سي الكونسامشن فانكشن عطى لنا فوق بكام؟ ب200 زائد 0.8 واي ماينس سي. بتقول له بتساوي 200 زائد 0.8. عوض على طول بقى بشكل مباشر، واي بكام؟ ب2000. يبقى تقول لي 0.8 في واي، اضرب اللي جوه القوس يعني في 2000، يبقى 8 من 10 في 2000 بكام؟ ب1600. 1600، اوكي. و 8 من 10 اضرب في تي، في التاكس، التاكس عطلنا بكام؟ ب200. قال لك التاكس اهي تي ايكوالز 200. يبقى تقول لي 8 من 10 في 200 يعني 160. يبقى تقول لي ناقص 160. يبقى انت كده فكيت القوس خلاص، ناقص 160. طيب زائد الانفستمنت، احنا قلنا الانفستمنت عطولنا اي بكام؟ ب150. يبقى زائد، هتقول طبعا انا ما كفيتش المساحه، زائد 150 زائد جي، زائد جي. طيب يبقى انت كده ايه فكيت المعادله. تعالى بقى نقول يبقى هنا 2000، يبقى هنا تميل هنا هنحطها في الواسع هنا، يبقى تقول لي واي ب2000، صح كده؟ واي ب2000 تساوي، خلاص احنا عوضنا بقى دوت. يبقى تقول لي 200، جمع الارقام الحره 200 و 1600، يبقى 1800. 1800 ناقص 160 زائد 150، لما تجمع الارقام الحره دي مع بعضها يطلعوا لك الارقام دي مجموعهم ب 1790. 1790، 1790، اوكي، زائد جي. زائد جي ده المجهول بالنسبه لنا، ده اللي احنا عايزين نحسبه. خلاص سهله جدا. يبقى انت هنا الجي الرقم 1790 ده هتديه الناحيه الثانيه عشان تجيب. يبقى تقول لي جي بتساوي 2000 ناقص 1790. 2000 ناقص 1790 تطلع ب 210. هل في الاختيارات في 27 في 210؟ اول اختيار 210. يبقى جي يا جماعه اللي بتبقى عند الايكوليبريم اللي تخلي الواي بيساوي 2000 بتساوي 210، تمام؟ مجرد عمليه تعويض سهله ما فيهاش حاجه خالص. طب الجمله رقم 28 بيقول لك which of the following would shift the aggregate demand up. مين في دول هيخلي الاجريجيت ديماند يتحرك لاعلى؟ لما ترجع المحاضره اللي فاتت، المحاضره رقم 27 او شابتر 27، شابتر 27 هتلاقي ان الاجريجيت ديماند الاي دي كيرف، قلت لك شيفتس اب يعني شيفتس رايت، امتى الاجريجيت ديماند يتحرك ناحيه اليمين؟ ارجع كده لشابتر 27 هتلاقي لك شيفتس اب في حاله لو طبقنا اكسبانشنري فيزيكال بوليسي او اكسبانشنري مونيتري بوليسي، او ان احنا زودنا الانفستمنت. لما نزود الانفستمنت يعني الانفستمنت يتغير برقم موجب، او ان احنا نغير الاتانمس كونسامشن، نغير الاتانمس كونسامشن اللي هو ايه، صح كده؟ طب تعالى نشوف مع بعض. يبقى اما نطبق اكسبانشن الفيزيكال بوليسي، مش موجود في الاختيارات اكسبانشن الفيزيكال بوليسي. اكسبانشن الفيزيكال بوليسي يعني نزود الجي، نزود الجي يعني تشينج ان جي يكون اكبر من الزيرو، تشينج ان جي يكون اكبر من الزيرو، يكون رقم بوزيتيف. اول اختيار قال لك تشينج ان جي يكون رقم نيجاتيف، لا مش هنقلل الجي، احنا عايزين نزوده. لما ترجع المحاضره 7 شابتر 27 اقول لك اجريجيت ديماند شيفت اب شيفت رايت لما وين جي انكريز، جي انكريز اللي هو اكسبانشن فيزيكال بوليسي، تمام. طيب تاني واحد بيقول لك ان نزود الانفستمنت، فعلا نزود الانفستمنت ده من الحاجات اللي هتزوده. ارجع لشابتر 27 اقول لك وين اي انكريز، اي انكريز يعني اي يكون رقم بوزيتيف، تمام. طبعا سي لا ودي لا، يبقى 28 الاختيار بي هو الاختيار الصح. 29 يقول لك to calculate personal saving، عشان نحسب المدخرات الشخصيه you would need information on all the following except، كل الاختيارات اللي موجوده صح ما عدا في اختيار مش مظبوط، في حاجه انت مش محتاجها. عشان نحسب الاس السيفنجز يا ترى محتاجين البيرسونال ديسبوزابل انكم، ايوه فعلا احنا محتاجينه، لان الديسبوزابل انكم ده حضرتك ده اللي هو واي دي، صح كده؟ حضرتك واي دي اللي هو واي ماينس تي، ف
فانا اللي هيتفضل لي جزء منه هوجهه للكونسامشن وجزء تاني هوديه للسيفنج، صح كده؟ يبقى انا فعلا عشان احسب السيفنج محتاج البيرسونال ديسبوزابل انكم، بس اقول لك اكسبت ما عدا، لا ده انا محتاج دوت، يبقى ايه ما ينفعش؟ بيرسونال كونسامشن اكسبندتشر، ايوه فعلا، لان حضرتك انت عارف ان واي ماينس تي ماينس سي يدينا السيفنج، يبقى انا محتاج السي، السي اللي هو بيرسونال كونسامشن اكسبندتشر انا محتاجه، هو بيقول لك اكسبت ما عدا، لا ده مش ده. انترست بايد تو بزنس، سعر الفايده المدفوع، ايوه يا فندم، لان حضرتك سعر الفايده بيحدد السيفنجز بتاعتك. لو البنك قال لك سعر الفايده صفر هتحط فلوسك في البنك؟ لا. لكن لو البنك قال لك سعر الفايده 20% 18%، الناس كلها تجري على البنوك جري تحط فلوسهم في البنك، الناس بتحب الفلوس، صح كده؟ يبقى يقول لك الانترست بايد طبعا ده بيحدد السيفنج. يبقى خلي بالك عشان نحسب السيفنج البيرسونال سيفنج احنا محتاجين نعرف الكونسامشن بتاع البني ادم كام، الانترست بايد سعر الفايده كام، البيرسونال ديسبوزابل انكم كام. لكن هل محتاجين الجفرمنت اكسبندتشر؟ لا. ايه علاقه دوت، ايه علاقه دوت بحساب البيرسونال سيفنج؟ يبقى انا محتاج كل البيانات، محتاج A و B و C، بس مش محتاج مين، مش محتاج دي. يبقى هنختار اللي مش محتاجينه، اكسبت اكسبت دي، يبقى which one is the right answer، will it choose D 29 D. اوكي طيب، الجمله رقم 30 بيقول لك decrease in price level، لو قللنا مستوى الاسعار is expected to، يا ترى ده متوقع انه يعمل ايه؟ shift the consumption function upward، طبعا حضرتك لما الاسعار تقل الناس تعمل ايه؟ تستهلك اكتر، صح كده؟ اسال ماما كده في البيت، اسال بابا كده في البيت، قول له بابا لو واسال ماما، اعمل لهم اجتماع عائلي كده، قول لهم يا جماعه لو الرز والسكر انخفضوا، لو سعر الرز وسعر السكر انخفض هتعملوا ايه؟ هيقول لك طبعا هنروح نزود استهلاكنا، هنزود استهلاكنا بالفانكشن، هيحصل له ايه؟ هيزيد، هنشتري اكتر. يبقى الديكريز ان برايس ليفل اكسبكتد تو شيفت كونسامشن فانكشن ابورد، يبقى ايه ده اختيار صح. اوكي طيب، شيفت ذا اجريجيت ديماند فانكشن ابورد، خلي بالك الاجريجيت ديماند لما اتحرك ناحيه اليمين، احنا خدنا ده في المحاضره اللي فاتت في شابتر 27، قلت لك ادي الاجريجيت ديماند، الاجريجيت ديماند لما اتحرك يمين ده معناه ان الواي هيزيد، اهو كنا هنا عند واي 1 اوكي، بقينا هنا عند واي 2، هنا هنبقى عند واي 2، بس ايه؟ بس عند ذا سيم، عند السيم برايس ليفل. فحضرتك البرايس ليفل بيبقى ثابت، الاجريجيت ديماند ما بيتاثرش بالبرايس ليفل، الاجريجيت ديماند البرايس ليفل لما بيتغير بيحصل ان احنا بنعمل موفمنت فروم وان بوينت تو انذر بوينت اون ذا سيم اجريجيت ديماند. يبقى خلي بالك اجريجيت ديماند ويل نوت شيفت، لا ده هيحصل موفمنت عليه. انكريز انترست ريت، تعال نشوف مع بعض حضرتك البرايس لما يزيد، تعال اعمل، تعال نشوف السيكونس اوف ايفنتس، البرايس لما يزيد ايه اللي يحصل يا شباب؟ وين برايس انكريز حضرتك البرايس و ال P تايمز واي اللي هو النومينال انكم والواي، اي واحد في دول لما يزيد يعمل ايه؟ يزود الماني ديماند، صح؟ والماني ديماند لما بيزيد حضرتك ده بيترتب عليه زياده الانترست ريت، يبقى البرايس في الاخر هيعمل ايه في الانترست ريت؟ هيزود الانترست ريت لان الماني ديماند بيزيد، يبقى الانترست ريت هيزيد مش هي اوكي ماني ديماند انكريز، انكريز انترست ريت ديكريز، اوكي سوري اوكي اوكي الاختيار هنا فوق قال لك decrease in price level، اوكي يبقى سوري تعال نعمل السيكونس من اول جديد، decrease in price level لما البرايس يقل مش يزيد، هو اللي فوق decrease in price level، لما البرايس يقل ايه اللي يحصل حضرتك؟ البرايس لو قل او ايه او واي قل او بي تايمز واي قل، ده يعمل ايه في الماني ديماند؟ ماني ديماند يقل، والماني ديماند لما يقل حضرتك خدنا الكلام ده في شابتر 27، الانترست ريت يحصل له ايه؟ الانترست ريت يحصل له انه يقل، انه يقل، يبقى البرايس لما يحصل فيه ديكريز حضرتك اللي يحصل انترست ريت هيحصل له ايه؟ ديكريز. في الاختيار سي قال لك انكريز، لا هو مش انكريز هو ديكريز. طيب اللي بعد كده الاختيار دي ديكريز اجريجيت اكسبندتشر، ديكريز اجريجيت اكسبندتشر ده يا فندم لما يحصل ديكريز في البرايس ليفل الناس هتشتري اكتر فالكونسامشن يزيد، والكونسامشن لما يزيد اللي يحصل حضرتك؟ ده احد مكونات الاي اي، يبقى الاجريجيت اكسبندتشر اي اي هيزيد، لان اي اي بيساوي سي بلس اي بلس جي، اي مكون مكونات الاي الثلاثه لما يزيد يبقى السي لما يزيد الاي اي يزيد. بيقول لك ديكريز اجريجيت اكسبندتشر، لا المفروض انكريز اجريجيت اكسبندتشر، يبقى الاختيار الوحيد الصح في 30 هو الاختيار A، ويل تشوز A. كده احنا خلصنا الام سي كيو بتاع امتحان السنه اللي فاتت.